صباح الخير وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري من الأوتيفي. البداية من متابعة الأضرار والخسائر في مناطق العاصمة بيروت، ومن الكارانتينا تنضم إلينا الزميلة ريما حمدان لتنقل لنا الصورة من هناك. ريما صباح الخير ويعطيك العافية. يعني بعد 12 يوم من وقوع الكارثة، كيف تصفين لنا الوضع على الأرض؟ يعني طبعا باميلا، الكارثة المشاهد هي كفيلة بوصفها على الأرض. كل هذا الدمار وهذا الخراب لا يزال قائم، ولكن المبادرات الأهلية ومبادرات المجتمع المدني بالإضافة إلى دور البلديات اللي عم تقوم بها على الأرض. نحن هون من الموقف القديم أو معمل السكنين القديم، حيث تم اتخاذ هذا المكان كمنطلق لعدد من الجمعيات الأهلية، من ضمنها تجمع الأهلي بصيدا او تجمع المؤسسات الاهليه بصيدا، اللي هي كانت هون قبل قليل تطلق مبادره جدا مهمه بالتعاون مع بلديه بيروت وبلديه صيدا. اكيد كان هون قد حضر محافظ بيروت مروان عبود، بالاضافه الى رئيس بلديه بيروت جمال عيتاني ورئيس بلديه صيدا محمد السعودي، اللي حضروا واكدوا خلال المؤتمر الصحفي اللي عقدوه انه اليوم الشراكه بين صيدا وبيروت وايضا طرابلس وبالتعاون مع كافة البلديات هو بشكل أساسي للتدخل السريع لترميم المباني، والتدخل السريع بيكون بشكل أساسي بوضع الأقفال للمنازل وتسكير الشبابيك ببلاستيك وخشب لتكون المرحلة التالية بحسب ما أوضح محافظ بيروت مروان عبود. لتكون المرحلة التالية هي تتركز بإعادة تأهيل المباني الأقل تضررا اللي فيهم يأهلوها بشكل سريع، وتتمكن أيضا تتمكن أهالي بيروت وأهالي هذه المباني السكنية من العودة الفورية إليها. إذا هذه المبادرة هي من صيدا إلى بيروت، على كتافكم من شيلنا. هذه هي المبادرة اللي تم إطلاقها هون بحضور كما ذكرت البلديات المعنية ومحافظ بيروت. وطبعا طبعا رح يكون لنا جولة بمختلف أحياء بيروت للاطلاع اكثر على تفاصيل هذه المبادره. وبنرجع بنذكر انه اليوم وخلال جولتنا بالامس كان التركيز من قبل الاهالي على ضروره تقديم الدعم اللوجستي لهم والدعم العيني، ولكن هذا الدعم هو ليس فقط بالمواد الغذائيه، طبعا الجمعيات مشكوره، ولكن ايضا المطلب الاساسي بالنسبه للاهالي اليوم هو تقديم الزجاج وتقديم الخشب وتقديم الالومنيوم لكي يتمكنوا من ان تكون بيوت امنه ويتمكنوا من العودة السريعة إلى بيوتهم. إذن باميلا هيدا كان كل شيء. ريما حمدان على هذه الرسالة. تلقى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني اتصالا من صندوق النقد الدولي لإبلاغه بإمكان استخدام لبنان لنحو 270 مليون دولار كجزء من حصته في الصندوق، ولم يتضح إذا ما كان لبنان سيحصل على هذا المبلغ على شكل قرض أم أنه استخدام لجزء من مساهمته في الصندوق. أعلن مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية النائب وليد خوري أن لبنان بالإضافة إلى الأزمة الصحية الناتجة عن فيروس كورونا أصيب بأزمة كبرى نتيجة انفجار بيروت، والذي نتج عنه تدمير 4 مستشفيات في العاصمة وأصبحت خارج الخدمة، وهي كانت تستخدم أو تستخدم في مواكبة أزمة كورونا. وأشار خوري إلى أن القطاع الصحي ككل مأزوم، والقطاع الاستشفائي يعتمد على المستشفيات الخاصة بنسبة 80%، وهي بدورها تعاني من مشاكل عديدة نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار. وبين خوري أن المستشفيات الميدانية لم يقتصر عملها على معالجة جرح الانفجار، بل هي تساعد اللبنانيين في الموضوع الاستشفائي بشكل مجاني. اعتبر نقيب الأطباء في بيروت شرف أبو شرف في حديث إذاعي أن الوضع الاقتصادي الصعب لا يسمح لأصحاب المستشفيات جميعهم أن يكملوا بالعمل، وشهدنا طرد لموظفين، وهناك أطباء وممرضين بحثوا عن الهجرة بالوقت الذي نحتاجهم، وهذا يشكل ضررا كبيرا على القطاع الاستشفائي. نطلب من الدولة المساهمة بالدفع لهذا القطاع كي يبقى واقفا على قدميه. أكد نقيب المستشفيات الخاصة الدكتور سليمان هارون في تصريح لصحيفة الجمهورية أن أدوية السرطان مؤمنة، إذ يتم نقلها بالطائرات،
مشيرا إلى أنه من اليوم حتى 10 أيام سيعود الأطفال المصابون بالسرطان إلى مراكز علاجاتهم المعتادة حتى يكون القسم الخاص بهم قد تجهز. ختام الموجز، عودة لمتابعة برنامج يوم جديد.